تعود مجيئة الصعب محمد بن سالم بن مبارك المنصوري. نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مقدمة الشوط جبار محمد بن راشد بن سعيد الجابري من يقدم لنا جبارة على المركز الأول، بينما المركز الثاني مياسة تسللت إلى مقدمة الشوط. تعود مكيد مياسة حميد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي من ينطلق على المركز الأول هو على مقدمة لهذا الشوط. المركز الثاني جبارة محمد بن راشد بن سعيد الجابري، وثالثا وصل شعار الربيعي يتقدم مع الإمامة بن علي بن سالم المنصوري. والمركز الرابع وصلت ضوء خليفة بن سيف بن عبد الله المنصوري على المركز الخامس. المركز الرابع بينما المركز الخامس هذه اللحظات فرحة مبارك بن محمد بن مبارك العامري وصل شعار بالنصرة يتقدم هذه اللحظات. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول إلى شعار الرميثي مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. مقدمة الشوط والمركز الأول مياس حميد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي. يا سلام على مقدمة الشوط على المركز الأول، ولكن شعار المفاجأة تغيرت فرحة مبارك بن محمد بن مبارك العامري. يا سلام يا بن نصرة انطلق على المركز الأول على مقدمة الشوط، الرميثي على المركز الثاني، الربيعي على المركز الثالث، يا سلام. والمركز الرابع هنالك سام محمد بن سالم بن مبارك المنصوري، ولكن مقدمة الشوط فرحة 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 على المركز الأول. تكمل الأفراح تكمل النواميس لشعار المفاجآت شعار بالنصرة. يا سلام فرحة على مقدمة الشوط مبارك بن محمد بن مبارك العامري. سلام يا بالنصرة سلام سلام يا شعار المفاجآت يا شعار الإنجازات. يا سلام فرحة أعلنت إقلاعها، أعلنت بأنها بطلة لشوط الختام. تهانينا تهانينا والناموس من هذه اللحظات لبالنصرة على هذا الفوز والانتصار. فرحة مشاهدينا ومتابعينا الكرام مبارك بن محمد بن مبارك العامري، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الإمامة ذي بن علي بن سالم المنصوري. المركز الثالث وصلت فيه مياسة حميد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي. والمركز الرابع يقين لسيد سلوم بن علي بن ياسر الجحافي. المركز الخامس سلوم من وصل مع المركز الرابع، وخامس التحديات الصعبة محمد بن سالم بن مبارك المنصوري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات في هذا الشوط. التوقيت الزمني لحظات الوصول 4 دقائق 30 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو توقيت فرحة مبارك بن محمد بن مبارك العامري. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الإمامة ذي بن علي بن سالم الربيعي المنصوري. من وصل على المركز الثالث التوقيت الزمني من مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق، توقيت الإمامة كما تشاهدون 36 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث وصلت المركز الثالث شعار الرميثي مع مياس حميد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي 4 دقائق 36 ثانية و9 أجزاء من الثانية. بينما المركز الرابع يقين اسلوم بن علي بن ياسر الجحافي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.